السلام عليكم، نرحب بكم تاني في مادة مقدمة في النظم والمدن الذكية. نكمل معكم في الار بروجرامينج، هنكمل في تينكرينج ويد ارجمنت. احيانا زي ما لاحظنا في الرسمة اللي عندنا، لقينا انه الليبلز مش قادرين نقراها لانه حجم النقط كبيرة، فاحنا بدنا نصغر حجم النقط ونحرك الليبلز شوية على اليمين أو على اليسار اللي عندي. فهنا ده بنلاحظ، هان حطينا كلمة نادج اكس. نادج اكس يعني حرك النقاط 1.5 الموجودة عندنا، ونيجي نعملها ران على الار. بنلاحظ شوية هاي، بس حجم النقاط لساته كبير، بدنا ننقصها بزيادة في هذا المجال. فلو جينا على اللي عندي، أنا عملنا بدل الثري عملناها 1، وهذه 2.5، ونشوف إيش بدي يحصل. بنلاحظ حجم النقط قل وبعدناها شوية، بس لسات هذه المنطقة كبيرة. يمكن لو كبرنا الصورة حتشوفوا حاجة أوضح. بنشوف هذه إذا بنطلع عليها، هذه رسمة كبيرة شوية أوضح من أول، بس لساتها في هذه المنطقة شوية يعني مغرقة كتير زي ما بيقولوها. بس هذه إحدى الطرق. الآن Global versus Local Static Mapping. In the previous احنا تكلمنا على الـ ES الـ AES في البوبوليشن والتوتال توايس وانس ان ايت جيومتري، واستخدمنا جي جي بلوت والارجيومنت تبعت الجي جي بلوت اللي عندي. الان نرجع تاني على ال ديفاين بي من جديد. هاي بي نعملها ديفينيشن، هذا خلينا نغلقه. هاي define p من جديد. الآن زي ما حكيت، أحيانا الواحد بدي يجرب أكتر، بدنا السايز هاي 3، بس التكست هاي اللي عملناه قبل شوية 1.5. nudge x في ال x direction، هاي الرسمة اللي عندي. طيب we keep the size and nudge it nudge x argument in geom point and geom text respectively, because we want to only increase the size of the point and only nudge the labels. If we put those argument in AES, then they would apply to both plot. Also note that geom point function do not need a label argument الموجود عندنا. الآن اللوكال ديفينيشن اوفررايد ذا جلوبال. خلينا نشوف هان هاي اللي عندي، حطينا لوكال. شوف ايش اللي حيعطينا تايتل جديد، هاي هالو ذير نحطه جديد، والليبلز اللي كانت موجوده هذول راحن. فاللوكال عمل ايش؟ عمل اوفررايد للجلوبال، يعني محل الايش الجلوبال.
لو بدي اعمل سكيل، هاي هنا النادج قديش 0.05، هنا السكيل اكس كونتينوس عملته لاج 10 هنا، والواي عملته لاج 10 بنفس الطريقه. نيجي نطلع عليها هذه لما ابلايت، هاي اللي عندي اللاج 10 الموجود، وهاي اللاج 10 الموجود هنا. الرسمه شويه يعني يمكن اوضح من اللي قبل. هذول كمان يعني because we are in a log scale now the notch must be made smaller اللي عندي، فلانه هاي زي ما حكينا النادج هنا كان عندي قديش 0.05 smaller في هذا المجال. This particular transformation is so common that ggplot2 provides specialized function scale x log 10 and scale y log 10 which can be used to rewrite the code. الان احنا لما نستخدمها حنلاحظ ايش الفرق بين التنتين. هنا حطينا سكيل بس هذه جاهزه لحالها الفانكشن، نفس الشغله بس هذه جاهزه. عملت لي نفس الشغل بس بطريقه preset يعني الفانكشنز الموجود. الان labels and titles تقدر تحط x label y label والتايتل الموجود عندي بنفس الطريقة الموجودة. هنا بتضيف اللي هذه الشغلات لو بدي اضيفهم، وهذه كل الرسمات لو استخدمت ماتلاب غيره بحط لك هذا التايتل والx label والy label عشان تقدر الرسمة يكون لها. الان هنا بنضيف colors، لو انا بدي احط الوان بقدر ادخل الكالرز الموجوده عندي في هذا المجال. هاي عندي بي murders زي ما عملناها population، هاي النادج اكس بتساوي، فنشوف الكالر هنا ايش بدي يعطيني. هذه على اساس انا بعمل layers، وحتشوفها حنوصل للرسمه اللي عملناها اللي شفناها في البدايه. هاي الرسمه الموجوده عندي، هذه ما عملناش حاجه. الان هاي بنحط مثلا الكلر هنا بلو للاولى، وهنا الكلر اللي عندي للريجن، فهذه يعني بتعطيني خيارات اكثر. فهنا لما حطيت كلر بتعطيني كلرنج للرسمات زي ما شفنا في البدايه. هاي البلو النقاط اعطتني اياهم بلو. هاي كلر للريجن، شايفين هان هاي حطت لكل ريجن لها كلر معين. هاي النورث ايست اعطتني الكلر لها، هاد الساوت اعطتني اياها الخضار شوية، النورث سنترال على ازرق فاتح، والويست البتنجاني هان. فهذه الرسمة اللي شفناها هنا لانها مضغوطة يعني لو بدك تشوفها بشكل اكبر حطها على الزوم، وهاي الشكل تبعها اضبط كثير ومبينة واضحة النقاط والرسمات. هذه هاي الفيجواليزيشن قدرنا نعمله زي ما شفناه في بداية قدرنا نتحكم بالكالرز، قدرنا نتحكم خلينا نقول المسميات تبعات النقاط، قدرنا نتحكم بالإكس ليبل والواي ليبل والتايتل، قدرنا نتحكم بالسكيل الموجود هنا عندي. كل هدول تحكمنا فيهم بشكل جيد في الرسمة. الآن annotation و shapes و adjustment، لو أنا بدي أعمل adjustment زي ما حكينا هان، هاي مثلا ال R بدي أساوي murder ال murders عندي، و summarize ال rate اللي عندي، وال population وال pull rate، يعني هذا بدي أعمل ال rate الموجود عندي هنا ال R rate. نروح
هنعمل خط اللي ببين لي اللي هنا. والله حلو، بدنا نعمل الريت الموجود، وهنا ضفنا الريت على انه الخط الموجود اللي بيحدد لي الافريج الموجود في هذا. هاي عملت لي الخط الموجود، هذا خط المتوسط عندي المعدل الجرائم حسب البوبوليشن. هاي لو بدي ألون أعمل دارك جراي، ألون في الخط وأعمل فيه. استخدمنا هنا جي 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 بلات 2. طيب الـ add on packages جي جي بلات 2 في the remaining change need to put finishing touches in our plot required جي 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 teams و جي جي rebuild packages. The جي جي بلات 2 graphs can be changed using the team function. Several teams are included as part of the GGG plot 2 package. اللي عندي هان we use a function in DSLab package that automatically sets the default اللي سميناها DS team set. اللي عندي والبي بنحطها لما نستخدمها team economics بتقدر تسويها. الآن you can see how some of other teams look by simply changing ايش الفانكشن. For instance you might try team 538 team instead. The final difference has to do with the position of the labels in our plot زي ما بنطلع عليها. Putting it together انا بدي library اعمل loading للlibrary gg teams و gg rebuild. الان الarmored murder some of the population اللي عندي هدول بستخدمهم، ولو جيت عملت هدول طبعا بلس معناته ايش في حاجة جاية بعدها، عشان هيك هذه الاشارة بتعني انه الكود ما خلصش، يعني في more code coming قبل ما يصير. هذه من الشغلات اللي بتنسألوا عليها. هي خلصت الان. اوكي هذه ايش اللي عندي ايرور جي جي ريبل كود نوت. في هاي هذه معناته اذا الفانكشن مش موجوده ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل واضح انه هاي مش متعرفه على الفانكشن جي جي تيم وجي جي ريبل. فانا ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل انستول باكجز جي جي سي طبعا بدها هذه نت. طيب نعمل انستول كمان packages gg rebuild. طيب هاي library gg ريبل لايبراري جي جي هذه التيم لسه مش موجودة، بنحاول نشوف كيف نحل هاي. بس هذه من الشغلات المش ضروري لها. اللي عندي كويك بلوت بتقدر تعمل البلوت سريع. فأنا هاي الديتا ميردرز اكس عملتها لوج 10 هاي هان، وهاي الواي الميردر توتال. الان يعني هاي الداتا فريم اكس بتساوي اكس والواي بتساوي واي اللي عندي، وهنا بقولها رسميها باستخدام الجي جي بلات اي اي اس اكس اند واي، وهاي الجيوم بوينت اللي عندي. الان
لما أدخلها زي هيك، بعد هيك بقول كويك بلوت، طلع اللي عندي هذه، خلينا نعملها عشان تشوف كيف نستخدم ال XY. طيب اللي عندي هاي، وهاي الكويك بلوت في ال XY الموجود عندي. طلع هاي الرسمات تبعتنا، وهاي باستخدام الكويك بلوت عطتني نفس الرسمة هاي، يعني نفس الرسمة الموجودة. اوكي الجريدز، طبعا لو بدك تستخدم جريد في الكويك، هاي لايبرري جريد اكسترا بي 1 بنسميها، هاي الكويك بلات اكس، والبي 2 كويك بلات اكس والواي، والجريد ارينج بي 1 بي 2 هنا حطينا لها الان كولومز الموجودة عندنا في هذا المجال، وهي عشان تشوف ايش بنعني فيها. كل الفانكشن الجديدة ما بتركبش، يعني زي بدك تعمل انستول جديد للايبرري جريد اكسترا. خلينا نشوف انستول باكجز، جريد او اكسترا جريد، هي هو جريد اكسترا. شايف هذه من اللي عمل انستولمنت قبل مشت معه الامور، واللي عمل انستولمنت لاحقا بده يعمل كل هدول موجود. هاي الان عملنا هذه على شكل هاي الرسمة تبعتي الاولى، وهذا على شكل ايش الاكس اللي عندي لما رسمتها على شكل هيستوغرام الموجود عندي، كم مرة ترددت الحاجات عندي. اوكي الان عندي تمرين هذا بيقول لي كيف انا بدي استخدم الدي بلاير والجي جي بلات 2 اللي عندي، فهذا بتحلوه ان شاء الله. وهيك بنبقى خلصنا الديتا فيجواليزيشن بشكل عام، كيف ندخل كيف نعمل في هذا المجال. اوكي ويعطيكم العافية في زي هيك.